اللاعب جوزيف نيتو اللي هو كابتن منتخب الفلبين، بيطلع اللاعب سام جوزيف بيلانجيل كمان في تبديل بالمنتخب التونسي، بيطلع اللاعب وسام المرناوي بيدخل بداله أشرف الغنوني. جمهور الفلبين عم بيكون متواجد بهاي المباراة، الجالية الفلبينية طبعا موجودة بكثافة بالأردن وبالعاصمة الأردنية عمان، وكعكو كوامي عم يضيع كرة والريبوند أوفنسيف ريبوند لجورج جو، توصل لما لدوايت راموس، دوايت راموس مسافة الثري بوينتس وعم بسجل دوايت راموس، أولى محاولاته عم بنجح فيها. طبعا دوايت راموس هو خريج جامعة كاليفورنيا ستيت بالولايات المتحدة سنة 2019. كرة مع جوهر جوادي توصل لبشير بن يحيى، يستلمها لجوهر جوادي، لاعب عمر بوعلاق الباونس باس من جوهر جوادي للعدامي وبفرفه لجوهر جوادي عم يضيع الثري بوينتس من ثالث محاولة لإله. كرة بتوصل للجوادي لعمر بوعلاق لجوهر، ثلاث ثواني على نهاية الهجمة، لازم يتصرف جوهر، بده يسدد مسافة الثري بوينتس، الاير بول عم بستناه والريبوند لثيردي رافينا، كرة مع ثيردي بصلها لجورج جو، بده يسدد مسافة الثري بوينتس وبيسجل، بيسجل اللاعب جورج ايزاك جو، بيقلص الفارق لنقطة واحدة بس. ومدرب المنتخب راح يرجع اللاعبين على أرض الملعب، اليوم مباراة التاسعة من هاي البطولة انتهت بفوز المنتخب المصري وأكد صدارته للبطولة بعد ما تغلب على المنتخب السعودي اللي يعني أحرجه للمنتخب التونسي المصري بفترة من فترات المباراة وقدم أداء جدا رائع. فاز المنتخب المصري بفارق 10 88-78. كرة هلا مع المنتخب التونسي مع عمرو بوعلاق في خطأ من اللاعب جوردن هيدينج اللي عم بيدخل، طبعا أول ظهور للاعب رقم 19 بتشكيلة المنتخب الفلبيني. طبعا جوردن هيدينج كمان واحد من اللاعبين اللي نشأوا وترعرعوا بالولايات المتحدة الأمريكية. كرة مع أسامة المرناوي، سكريم من لاعب 99 فارس العشي اللي عم بيدخل عرض الملعب، وبلوك شوت من كوكو كوامي والأوفنسيف ريباوند من فارس العشي، وخطأ على المنتخب الفلبيني، وراح يكون فارس العشي على مسافة الرمية الحرة ليسدد رميتين. دنيا كرة السلة والمنتخب الأولمبي ما راح يشارك مباراة اليوم، يوم راحة لهدول المنتخبين. بكرة المنتخب الأولمبي راح يواجه المنتخب السعودي، منتخبنا الوطني بكرة راح ينتظر المنتخب الفلبيني بكرة الساعة 7 إن شاء الله بصالة الأمير حمزة. منتخبنا الوطني خسر امبارح بشكل قاسي أمام المنتخب المصري، نتمنى نشوف بكرة شكل تاني لمنتخبنا الوطني. الرمي الحرة الثاني عم بسجلها اللاعب فارس العشي 2-2، وعم بنجح المنتخب التونسي يعمل نتيجة تعادل. كرة مع اللاعب رقم 3 جوزيف تحت سلة كعكو كوامي 1-on-1 مع فارس العشي، يحاول يعمل درايف بينزل تحت السلة ودبل تيم بيمررها لدوايت راموس، دوايت بضيع الثري بوينتس وريباوند لأحمد العدامي، كرة بتوصل لأشرف الغنوني، الغنوني بيمرر لمين؟ أي كلام، التمريرة كان عم يحاول يمرر للاعب رقم 34 اللي هو بل حسن الشيحي اللي دخل كمان على أرض الملعب، وعم نشوف هلا فراس اللحياني اللاعب اللي متميز بلعبة الـ 3-on-3 عم بدخل بدلا من جوهر جوادي. الكرة مع مايكل نيتو توصل لكاكو كوامي لمايكل، بمرر كمان تيرن اوفر على المنتخب الفلبيني جيلاس بليبيناس. حيازه مع تونس مع عمر بوعلاق، يبدو ان المدرب باورمان راح يريح صانع الالعاب الاساسي للفريق عمر عباده قدر المستطاع، عنده طبعا مباريات مقبله خاصه بنصف النهائي مباريات مهمه للمنتخب التونسي بالفتره القادمه. الكره ستيل من مايكل بن دوايت راموس توصل لنياتو، نياتو من مسافة الثري بوينتس بتضيع، والريبون لفراس اللحياني توصل لبالحسن بيسلمها لصانع الألعاب عمرو بوعلاق، بوعلاق سريع سريع، بوعلاق بيده الشمال بتضيع، والريبون رقم 4 لكاكو كوامي بتوصل لنياتو، جوزيف
لهيدينج جوردن هيدينج. يمرر دوايت راموس لجورج جو وبيسجل جورج جو بيسجل جورج بيرجع التقدم لمنتخب الفلبين. دخلنا باخر دقيقتين من الربع الاول. اشرف الغنوني رح نشوف كمان تبديل بصفوف المنتخب الفلبيني. رح يدخل اللاعب شون تشيو بعد شوي. وفي حيازة لمنتخب التونسي من الحد النهائي جورج تشيو. وكمان اللاعب رقم 11 شون الديفونسو رح يدخل على ارض الملعب. وعم يطلع كاكو كوامي ودوايت راموس بهاللحظات. اللاعب تشيو اللي دخل اللاعب السنتر عمره 20 سنه اصغر لاعب بصفوف المنتخب الفلبيني. وعم بينتهوا ال 24 ثانيه وتيرن اوفر على نصور قرطاج. غيابات بالجمله بصفوف المنتخب التونسي بهاي البطوله. عم نحكي عن حوالي 7 لاعبين ونضاف لهم امبارح اللاعب محمد العباسي اللي انصاب بمباراه المنتخب السعودي اللي مباراه اللي فاز فيها المنتخب التونسي اول فوز للمنتخب بهاي النسخه. المنتخب الفلبيني فاز بمباراتين بهاي البطوله على السعوديه. منتخبنا الاولمبي عم يضيع 3 بوينتس جوردن هيدينج والريباوند لفراس اللحياني توصل لاشرف الغنوني. الغنوني بده يكمل بده يسدد المسافه المتوسطه وبيسجل بيسجل اشرف الغنوني اولى نقاطه بالمباراه. نسبه نجاح المنتخب التونسي من كافه المسافات لهلا بتكون 25% بس. ضيعوا كثير كرات المنتخب التونسي من بداية المباراة. نتيجة تعادل هلأ والكرة مع نياتو للاعب 11 طبعا شون الديفونسو لنياتو لجوردن هيدينج مرة ثانية مسافة التريبوز. وهالمرة عم بينجح هالمرة عم بينجح اللاعب هيدينج جوردن هيدينج يلي عمره 25 سنة طوله متر 88 سنتي. أشرف الغنوني لا أسامة المرناوي. المرناوي بده يسدد من المسافة المتوسطة والريباوند لا شون تشيو بيسلمها لا الدوفونسو والأوفنسيف ريباوند أوفنسيف فاول آسف بانتظار لاعبين المنتخب الفلبيني وبالتحديد على اللاعب جورج جو لاعب رقم 21. الخطأ الأول على جورج جو بهاي المباراة. ضايل 5 ثواني على الكوارتر الاول. نشوف اللاعب اشرف الغنوني ولا اروع ولا اروع التنفيذ للهجمه الاخيره. زي ما حكينا مدرب منتخبنا الوطني وصل مع منتخبنا الوطني الاردني لنهائي كاس اسيا 2011 بمواجهه المنتخب الصيني وخسرنا خساره دراماتيكيه. كنا قاب قوسين او ادنى من التتويج بلقب الاسيوي لاول مره. كره راح تكون مع اللاعب 24 بيسدد مسافه 3 بوينتس يلي هو اللاعب كارل تامايو يلي بيدخل لاول مره بالمباراه. عم نشوف لاعب اسامه المرناوي. اسامه لاشرف الغنوني بحاول كان يمرر لفارس العشري. والحياز راح تضل مع المنتخب التونسي من حد النهائي. كره مع اشرف الغنوني توصل لفراس اللحياني لفارس العشري. بهدي لعب شوي بيسلمها لاسامه المرناوي. اسامه بيسلم لاشرف الغنوني وبيسجل اشرف الغنوني من مسافه ال 3 بوينتس. صار رصيده سبع نقاط. وهلا منتخب تونس عم بتقدم. الكره مع بالتزار كمان عم برجع على ارض الملعب توصل لديفونسو بتضيع الكره والستيل من اسامه المرناوي. مرناوي للغنوني اشرف الغنوني لا شيحي بالحسن لا العشي 1 اون 1 مع بالتزار. هذا اللاعب 24 كارتمايو. وهلا العشي بده يحاول يعمل درايف وبيحصل على الفور. راح يكون على الفري ثرو. العشي اللي طوله مترين و10 وعمره 22 سنه بيلعب بنادي الداليا الرياضيه بقرومبايا. الخطا الاول بالمباراه على جاستن بالتزار. عم نشوف على الشاشة المدرب الألماني ديرك باورمان. جهد كثير كبير من
قسم السوشيال ميديا بالاتحاد الأردني لكرة السلة، تغطية مميزة على شبكات التواصل الاجتماعي لمنافسات البطولة. وبنشكر كمان القائمين على المدينة، صالة الأمير حمزة، مدينة الحسين للشباب بقيادة السيد طلال الخلايلة. كرة هلا مع منتخب تونس، مع منتخب مصر، فلبين آسف، والخطأ على اللاعب أشرف الغنوني، والفارق هلا 4 لمنتخب تونس. الخطأ الأول بالمباراة على أشرف الغنوني، والحيازة من حد الجانبي مع كارل تامايو، توصل سام جوزيف بلانجيل لجوردن هيدينغ، بدافع عليه أسامة المرناوي، لاعب أطول منه طبعا أسامة، توصل لسام جوزيف. سام ضايل 10 ثواني عن نهاية الهجمة، رح يطلب التايم اوت مدرب المنتخب الفلبيني تاب بولدوين، وهلا عم يعمل درايف كار تامايو، عم ضيع الكرة والتسديدة بآخر ثانية من الهجمة، اللاعب بلانجيل بقلص الفارق لنقطة واحدة وعم بلغي التايم اوت المدرب طبعا بولدوين. كرة مع مرناوي أسامة، توصل للعشي فارس للمرناوي، بده يسدد مسافة 3 بوينتس بتضيع، والريباوند اوفنسيف ريباوند للعشي، بضيع الكرة والريباوند، كان عم بيحاول يعمل ريباوند تامايو، بتوصل لسام جوزيف بلانجيل، بيحاول يعمل سكرين كان بالتازار، توصل لبالتازار، بده يكمل على السلة بالتازار وباللي عم بيسجل، بيطلع لبرا بالتازار وبيفرغ حاله، بيعمل بنتريشن لتحت السلة، وهلا بيتقدم المنتخب الفلبيني، تباعد بالتقدم بين الفريقين. بالتازار كان عم يسجل اولى نقاطه بالمباراه. كره مع اشرف الغنوني، الغنوني بيحافظ على الكره، برناوي توصل لفراس اللحياني، بده يسدد مسافه 3 بوينتس بتضيع، والريباوند لبالتازار، توصل لسام جوزيف بلانجيل لبالتازار، بالتازار مسافة 3 بوينتس وعم بينجح، 5 نقاط ورا بعض للبالتازار بعد مرور 3 دقائق على بداية الربع الثاني، عم بتقدم منتخب الفلبين بفارق 4. الكرة مع أسامة المرناوي، توصل للغنوني، بيسلمها مرة ثانية للمرناوي، المدرب عم بحط الغنوني والمرناوي بصناعة الألعاب. كرة مع فراس اللحياني، بتفرد الكرة منه، وجوردن هيدينغ بيطلع الكرة لخارج أرض الملعب. تبديلين بصفوف المنتخب التونسي، رح يدخل العمر بوعلاق وبشير بن يحيى، وهلا عم يطلب مدرب المنتخب الفلبيني التايم اوت، التايم اوت الاول لمنتخب الفلبين بالنصف الاول من المباراه. طبعا مدرب منتخب تونس طلب التايم اوت كمان بالربع الاول، كل منتخب عنده بضل عنده بالنصف الاول من المباراه تايم اوت واحد. زي ما حكينا محمد العباسي عم بغيب عن صفوف منتخب تونس بسبب الاصابه اللي تعرض لها امبارح امام المنتخب السعودي، نتمنى له السلامه. الجهاز الفني للمنتخب التونسي اكد انه غيابه تقريبا لمده شهر، وبالتالي غيابه عن منافسات الافرو باسكت اللي راح تكون برواندا اواخر شهر الاولمبي. المنتخب الفلبيني خسر زي ما حكينا بصعوبه من صربيا بنتيجه 76-83، وخسر امام الدومينيكان ريبوبليك بنتيجه 94-67. المنتخب التونسي شارك بالملحق الاولمبي بكرواتيا، وخسر بالمنتخب البرازيلي بنتيجة 83-57، وخسر أمام المنتخب الكرواتي بفارق 75-70. نرجع لأجواء المباراة بعد التايم اوت، والحيازة رح تكون مع المنتخب التونسي من حد الجانبي مع عامر بوعلاق، بتوصل لأسامة المرناوي، المرناوي بيسلمها ولمسة رجله لحد الجانبي اللاعب عامر بوعلاق، بالتالي الحيازة بترجع لمنتخب الفلبيني عن طريق اللاعب كارل تامايو، توصل لسام جوزيف بلانجيل، لاعب اللي طوله متر 77 وعمره 21 سنة. جوردن هيدينغ 1-on-1 هلا بين بن يحيى وبين اللاعب كارل تامايو، كارل تامايو بس على الفول، راح يكون على الفري ثرو. تامايو اللي طوله مترين، منتخب الفلبيني راح يستضيف كأس العالم 2023 إلى جانب إندونيسيا واليابان، ثلاث دول أول مرة راح يستضيفوا بطولة كأس العالم.
بسجل الرمي الحرة الأولى تامايو. تامايو أولى نقاطه كمان بالمباراة. الرمي الحرة الثانية كارل تامايو بيضيع الريباوند لفراس اللحياني، توصل لعمر بوعلاق. دفاع من أول ملعب من سام جوزيف بلانجيل. راح نشوف دوايت راموس مرة ثانية بأرض الملعب بصفوف جيلاس بيليبيناس. كمان كاكو كوامي كمان راح يكون موجود، اللاعب المجنس اللي لعب بدوري الجامعات الفلبيني. الفلبين عم تحاول تطبق النظام الأمريكي بكرة السلة، دوري جامعات ونظام الدرافت بالإضافة لدوري المحترفين الفلبيني اللي هو البي بي اي. ورغم هيك المنتخب الفلبيني اللي عم نشوفه بهاي البطولة واللي شارك بتصفيات كأس آسيا واللي شارك بالملحق الأولمبي هو لاعبين من غير اللاعبين الموجودين بالدوري المحترفين الفلبيني. عم نشوف بهاللحظات الأوفنسيف فاول يلي عم بنحسب على المنتخب التونسي وبالتحديد على فراس اللحياني. كرة مع سام جوزيف. سام جوزيف وصلها لتامايو للاعب الديفونسو كوامي. كاكو كوامي لا الديفونسو دوايت راموس. دوايت بيحاول يمرر كان لتامايو في السيل من أسامة المرناوي، بتوصل لفراس اللحياني وبيطير بيطير فراس اللحياني. لاعب تميز باللقطات الاستعراضية، وطبعا لاعب متميز بلعبة الثري اون ثري. كرة مع سام جوزيف لتامايو لهذا الديفونسو. الديفونسو لسام جوزيف بيسدد بس افتر 3 بوينتس بتضيع. والريبوند لمين؟ الحيازه راح تكون مع المنتخب التونسي. راح ندخل العدامي مره ثانيه، العدامي بيدخل مره ثانيه على ارض الملعب بصفوف النصور قرطاج لاعب النادي الافريقي طوله مترين وثلاثه، بيدخل بدلا من فراس اللحياني لاعب اللاعبين الصغار كمان بالعمر في عمليه احلال وتجديد بصفوف المنتخب التونسي تحت قياده مدرب محنك مثل ديرك باورمان اللي خلف طبعا المدرب البرتغالي العريق لا المدرب بالما ماريو بالما. كرة مع العدامي هذا الأجوهر بالحسن هذا وفي بلوك شوت. الحكم المصري مروان فتيحة بحسب الخطأ على كاكو كوامي واللاعب بالحسن الشيحي لاعب شبيبة القيروان راح يكون على الفري ثرو. الخطأ الأول على كاكو كوامي. عم نشوف تعليمات من الحكم الأول بهاي المباراة الدولي الأردني إبراهيم جرار. الجمهور الفلبيني زي ما حكينا موجود ببطولة كأس الملك عبد الله الثاني بن الحسين الدولية. طبعا غابت البطولة 9 سنوات قبل ما نشهد النسخة 9 العام الماضي واللي توج فيها المنتخب اللبناني في تبديل بمنتخب التونسي. عم بيطلع اللاعب أسامة المرناوي وبيدخل بداله جوهر الجوادي لاعب شبيبة القيروان كمان زميله لبالحسن الشيحي بنفس الفريق اللي عم يسدد هلا من الفري ثرو. الرمي الحرة الأولى عم ينجح فيها. نشوف هلا الرمي الحرة الثانية محاولة لتقليص الفارق لنقطة واحدة بس. بالحسن الشيحي بيسجل من مسافة الفري ثرو أولى نقاطه من هاي المسافة. كرة مع دوايت راموس. دوايت مصدر خطورة بصفوف المنتخب الفلبيني، بتوصل للاعب رقم 28 كمان اللي عم يدخل لأرض الملعب يلي هو سويرتي وعم يسجل هلا المنتخب الفلبيني من هاي اللحظات. والفارق برجع بيطلع ثلاثة والكرة مع عامر بوعلاق. بوعلاق لا اللاعب جوهر الجوادي بضيع الكرة تحت السلة وريبوند لا الديفونسو ترجع لالديفونسو من كارل تامايو. دوايت راموس
ضايل 10 ثواني على نهايه الهجمه، بده يحاول يتصرف كاكو كوامي بالدرايف بيحصل على الفول. لاعب طوله مترين و13 سم وعمره 23 سنه، بيلعب تخرج من دوري الجامعات الفلبيني من جامعه اسمها اتينيو دي مانيلا يونيفرسيتي. اشرف الغنوني رح يرجع لارض الملعب بصفوف المنتخب التونسي، رح يكون كمان في تبديل بصفوف المنتخب الفلبيني. جورجو العملاق رح يرجع يدخل على ارض الملعب، وكمان عم نشوف فراس الاحياني، عم بيطلع عمرو بوعلاق وبيطلع بشير بن يحيى. روتيشن كثير كبيره لمدربين مدربين الفريقين. ضايل اربع دقائق بالضبط على نهايه الربع الثاني ونصف الاول من المباراة، وكاكو كوامي الرمي الحرة الأولى عم بتضيع. سجل لهلأ كاكو كوامي نقطتين بس. الرمي الحرة الثانية كاكو كوامي ضيع، ولا يبدو أنه في خطأ، يبدو أنه في خطأ بين اللاعب رقم 32 بمنتخب تونس اللي هو أحمد العدامي، أو يبدو لا في خطأ هجومي، في خطأ هجومي على المنتخب الفلبيني على اللاعب رقم 21 جورج جو. الخطأ الثاني بالمباراة على اللاعب اللي طوله متر 98 سنتي. كرة مع المنتخب التونسي، دفاع من أول الملعب من المنتخب الفلبيني، وبينجح ثيردي رافينا بالستيل وبيسترجع الكرة أحمد العدامي، بتوصل لفراس الأحياني، الأحياني وفي ستيل من كاكو كوامي. كاكو كوامي يضيع الكرة تحت سلة، اوفنسيف ريباوند، الفولو اب من كاكو كوامي، وأكيد راح يطلب التايم أوت. مدرب منتخب تونس حالة من عدم الرضا من مدرب المنتخب التونسي ديرك باورمان، ولعت معاه. آخر مشاركاته مع منتخب تونس كانت بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. عمر عبادة ومراد مبروك واللاعب الأمريكي كريس جونسون واللاعب اللبناني وائل عراقجي. برجعوا لاعبين على أرض الملعب، عم شوف على الشاشة اللاعب جوهر الجوادي لاعب رقم 77. برجع الديفنس من اول ملعب من لعيبه منتخب الفلبيني، والكره هلا مع اشرف الغنوني، الغنوني دي كمل اول ذا واي اول ذا واي، بضيع اللاب والحيازه، ونشوف البوزيشن، نشوف حكم المباراه الحكم الاقرب للقطه الاخيره هو الحكم ابراهيم جرار اللي عم بيقول الحيازه لمنتخب الفلبيني. جورج جو بيسلمها لدوايت راموس. دوايت دوايت راموس سكرين كان من كاكو كوامي، بده يسدد ستيب باك من دوايت راموس، وعم بينجح دوايت راموس. امبارح دوايت راموس كان اون فاير امام، عمل سبع ثلاثيات امبارح وسجل 24 نقطة، لاعب جدا مميز. وفي خطأ، منتخب الفلبين امبارح فاز على منتخبنا الوطني الاولمبي بفارق 27 نقطة. المنتخب الاولمبي بكره راح يكون اخر مباراه له بالبطوله بمواجهه المنتخب السعودي ان شاء الله الساعه 1 بصاله الامير حمزه بمدينه الحسين للشباب. منتخب تونس ومصر قمه افريقيه بالاراضي الاردنيه بكره الساعه 4 بتعليق زميل زيد ساحوري، وبكره مواجهه لمنتخبنا الوطني امام المنتخب الفلبيني الساعه 7. رمي الحره الثانيه لاشرف الغنوني، الاولى نجح فيها، الرمي الحرة الثاني للغنوني كمان بينجح، الغنوني بيرفع رصيده لتسعة أفضل مسجل بهاي المباراة، والفارق 7 للمنتخب الفلبيني بهاللحظات. ضايل 3 دقائق على نهاية الربع الثاني. دوايت راموس، دوايت في سكريم من جورج جو بيضيع 3 بوينتس، دوايت راموس الريبوند لجوهر جوادي، جوهر بيوصلها لأشرف الغنوني، الغنوني بيهدي اللعب شوي بيحاول يمرر، توصل لأسامة المرناوي، ندخل بآخر 10 ثواني من الهجمة، والمرناوي بوصلها لجوادي، اكسترا باس
للغنوني، تمريرة تحت السلة للعدامي بتضيع الكرة والريباوند لدوايت راموس فاست بيك منتخب فلبيني، زي ما حكينا سريع سريع منتخب فلبيني، تفلت الكرة من ثيردي رافينا، زي ما حكينا احترف الموسم الماضي بالدوري الياباني، كان في مشاهدة كثير عالية من الجمهور الياباني للدوري الجمهور الفلبيني للدوري الياباني، نجاح تسويقي للقائمين على الدوري الياباني بإحضار لاعب فلبيني. عم بيسجل كان تحت السلة في راس الأحياني، صار رصيده 4، الفارق صار 4 لمنتخب الفلبيني. حلب تمريرة ولا أروع، تمريرة ولا أروع من دوايت راموس تحت السلة لجورج جو. إن شاء الله نشوف الإعادة هلا من مخرج المباراة وليد أبو غانم. تمريرة سحرية كانت من دوايت راموس، كرة العدامي بوصلها لجوهر جوادي، جوهر بمر، لا بسدد، بسدد اللي قدامه للاعب رقم 28 اللي هو ري سويرتي، كرة مع سويرتي، سويرتي بمرر توصل لكاكو كوامي، كاكو لثيردي رافينا، ثيردي لجورج جو بسدد كمان مرة مسافة 3 بوينتس، وكمان عم بينجح كمان جورج جو عم بينجح، هي ثاني محاولة ناجحة للاعب اللي بيرفع رصيد فريقه لفارق 9، لفارق 9، النتيجة لمصلحة المنتخب الفلبيني. هي الإعادة للكرة الأخيرة من جورج جو، تسديدة الـ 3 بوينتس، أسامة المرناوي، أسامة بيحاول يمرر الباونس باس لفراس الأحياني بس في ستيل من كاكو كوامي، أطول لاعب بأرض الملعب، توصل لدوايت راموس، دوايت لجورج جو لري سويرتي، سويرتي تحت السلة لكاكو كوامي بالفوتورك عم يضيع الكرة، وفي اوفنسيف ريباوند كمان عم يضيع، والريباوند لجوهر جوادي، فاست بريك منتخب التونسي، سريع سريع جوهر بيحصل على الفول، راح يوقف على الفري ثرو جوهر جوادي، تجاوزت اخطاء المنتخب الفلبيني الأربعة، وبالتالي اي خطأ بالملعب جزاء ورميات حرة للمنتخب التونسي، كمان المنتخب التونسي إذا عمل خطأ راح يكون جزاؤه كمان رميات حرة للمنتخب الفلبيني. جاستن بالتازار عم بيرجع يدخل على أرض الملعب بصفوف المنتخب الفلبيني، وعم بيدخل كمان فارس العشي بصفوف المنتخب التونسي. ضايل 44 ثانية بالضبط على نهاية النصف الأول من المباراة، راح نكون باستوديو تحليلي بين الشوطين مع الزميلة ميسون يونس، بالإضافة لمعلقنا معلق القناة الأردن الرياضية زيد ساحوري. رمي الحرة الثاني هلا لجوهر جوادي، رمي الحرة الأولى نجحت، الثاني كمان عم بينجح الجوادي اللي بيرفع رصيده لخمسة، كرة مع اللاعب دوايت راموس، دوايت عم بيحاول يعمل ستيل جوهر جوادي بس عم يحسب الانسبورتسمان لايك فول، الحكم المصري مروان فتيحة على دوايت راموس، جزاها رميتين لجوهر جوادي وحيازة للمنتخب التونسي. هي الإعادة للأنسبورتسمان لايك فول، خطأ السلوك الغير رياضي اللي ارتكبه دوايت راموس، كان عم بيعترض جوهر جوادي بالعملية الستيل اللي كان عم بيحاول يعملها، دفاع صارم كان من جوهر جوادي، وعم بينجح يستدرج دوايت راموس للخطأ الأول لإله بهاي المباراة. رمي الحرة الثاني عم بنجح بالاولى جوهر جوادي، الثاني كمان عم بيرجح بنجح، والحيازه رح تكون مع المنتخب التونسي مع عمرو بوعلاق من الحد الجانبي، عم بيقلص الفارق المنتخب التونسي لخمسه، وعم بيحط الضغط على المنتخب الفلبيني، كره مع جوهر جوادي، سكرين من العشي بهدي اللعب شوي، بدي يحاول يخلصوا الثواني الخمسه المتبقيين من الهجمه لمصلحه المنتخب التونسي، تسديده من المسافة المتوسطة بتضيع، والريباوند لجاستن بالتازار توصل لدوايت راموس، دوايت راموس دفاع من جوهر جوادي، ضايل 13 ثانية وفي بحاول يعمل سكرين بالتازار لمصلحة دوايت راموس، عم بدافع عليها لكن في سويتش بالدفاع، عم بدافع عليها هلا على العدامي بضيع التسديدة، والريباوند لعمر بوعلاق، وعم بنتهي عم بنتهي الربع الثاني بنتيجة 36 الفلبين 31 تونس. ننتقل هلا لاستوديو التحليلي الثالث لمنتخب تونس، عم نشوف اسامه المرناوي، اشرف الغنوني، فراس اللحياني،
جوهر جوادي وفارس العشي بداية الربع الثالث. عم نشوف جو جوزيف بيلانجيل بمنتخب الفلبين كمان عم يبلش الى جانب ثيردي رافينا وكاكو كوامي ودوايت راموس وجاستن بالتازار والبلوك شوت من كاكو كوامي والخطأ عم بنحسب على اللاعب فراس اللحياني لاعب منتخب تونس. الحكم المصري الدولي مروان فتيحة قريب من اللقطة الماضية عم بيكون معه بحكام مباراة اليوم حكم الدولي الأردني إبراهيم جرار والحكم الأردني كمان تامر الإسباعي. كرة مع سام جوزيف بلانجيل جاستن بالتازار لسام جوزيف بيحاول يمرر حلوة التمرير لدوايت راموس ذكية الكرة الأخيرة من بيلانجيل لدوايت راموس برفع رصيده لثمانية والفارق صار سبعة لمنتخب الفلبين. كرة مع أشرف الغنوني لفراس اللحياني لأسامة المرناوي لفارس عشي سكريم من العشي لا تمريرة من المرناوي للعشي تحت السلة وعم بيعترض الكرة الأخيرة دوايت راموس بس ترجع الكرة والحيازة لمنتخب تونس مع الغنوني سكريم من فارس العشي وبدأ يكمل على السلة لا بمرر المرناوي جوهر جوادي لا أسامة المرناوي بيسجل من مسافة الثري بوينتس صار رصيده ستة والفارق بنزل لأربعة. كرة مع بيلانجيل لدوايت راموس دوايت لبالتازار بده يكمل على السلة بمرر لبيلانجيل طايل 10 ثواني عن نهاية هجمة المنتخب الفلبيني. تمريرة لكاكو كوامي بترجع لبيلانجيل يسدد المسافة المتوسطة وبيسجل بيلانجيل صار رصيده سبعة. نسبة نجاح بالتسديدات من كافة المسافات واضحة للمنتخب الفلبيني 44% ونسبة نجاح من مسافة الـ 3 بوينتس 38% مقابل 40% لمنتخب تونس و30% من كافة المسافات لنصور قرطاج. كرة مع أشرف الغنوني غنوني باللاعب والباك بورد بيسجل الغنوني أول لاعب تجاوز رصيده الـ 10 نقاط صار رصيده 11 والفارق برجع أربعة والكرة لا مع بيلانجيل دوايت راموس دوايت زي ما حكينا خريج جامعة كاليفورنيا ستيت بالولايات المتحدة وفي اوفنسيف فاول عم بنحسب على بيلانجيل لمصلحة منتخب تونس. عم نشوف عمرو بوعلاق مرة ثانية بأرض الملعب بدلا من أشرف الغنوني صانع الألعاب. بوعلاق عم برجع يدخل للملعب حيازة مع بوعلاق توصل للمرناوي أسامة مرناوي بيحصل على الفاول من ثيردي رافينا وهلا المرناوي راح يكون موجود من الناحية الهجومية طبعا الحيازة مع عمر بوعلاق توصل للحياني لجوهر جوادي سكريم من العشي بتوصل لأسامة المرناوي بيسدد المسافة المتوسطة وبيسجل أسامة والفارق عم ينزل أكثر وأكثر صار نقطتين عم بيحط الضغط منتخب تونس هلا بهاللحظات من الربع الثالث على جيلاس بيليبيناس. كرة مع كاكو كوامي لبيلانجيل بيعمل درايف على البيس لاين بده يمرر بتوصل لبالتازار لثيردي رافينا بالتازار مره ثانيه بيسدد مسافه الثري بوينتس بتضيع باخر ثانيه من الهجمه والريباوند لاسامه المرناوي صار عامل اربع ريباوندز. فراس الاحياني بده يعمل درايف وبيعمل كيك اوت بتوصل للمرناوي ضايل اربع ثواني على نهايه الهجمه بمرر لفارس العشي بيكمل على السلة بيسدد وبيسجل باخر ثانيه من الهجمه اللاعب اللي طوله مترين و11 صار رصيده سته والنتيجه تعادل هلا 40-40. كره مع بلتازار لكاكو وفي خطا عم بيكون على اللاعب
اللاعب بوعلاق، الخطأ الأول على بوعلاق بالمباراة. دوايت راموس الحد الجانبي يمرر لكوامي، وفي خطأ على فارس العشي، الخطأ الأول كمان على فارس. أخطاء نوعا ما قليلة بالمباراة. اللاعب الأكثر لاعب عامل أخطاء اللي هو لاعب جورج جو، لاعب المنتخب الفلبيني، عامل 3 أخطاء شخصية. كرة مع دوايت راموس، توصل لكاكو كوامي. كاكو كوامي بده يكمل، بده يكمل على السلة وبده يسدد قدام 3 لعيبة وبده يسجل وبيسجل، صار رصيده 6. برجع التقدم للمنتخب الفلبيني، والحيازة هلا مع عمر بوعلاق. بوعلاق لفارس العشي، لبوعلاق، لفراس اللحياني، لأسامة المرناوي. أسامة المرناوي بيعمل درايف قدام 3 لعيبة وبده يسدد وبتضيع، والريبون الحيازة مع منتخب الفلبيني مع بيلانجيل، بس لمست رجله بيلانجيل الحد النهائي، ومعناتها حيازة للمنتخب التونسي. راح تكون كرة مع عمر بوعلاق، لاعب النجم الراتسي اللي عمره 26 سنة، بتوصل لأسامة المرناوي. راح نرجع نشوف لأحمد العدامي بأرض الملعب، لاعب الأفريقي بضيع الثري بوينتس. أسامة المرناوي ريبوند لجاستن بلتازار، توصل لثيردي رافينا، ثيردي رافينا يمرر، توصل لبيلانجيل لحاله على الثري بوينتس، بتضيع ريبوند لا فراس اللحياني، فاس بيك مع منتخب تونس لأسامة المرناوي، وبيسجل المرناوي. التمريرة الحاسمة كانت من عمر بوعلاق، والتعادل سيد الموقف مرة ثانية بهذا الربع، الربع الثالث. بوزيشن مع منتخب الفلبيني مع رافينا، ثيردي رافينا بيضيع الثري بوينتس، وريبوند لفراس اللحياني، توصل لعمر بوعلاق. بوعلاق لجوهر جوادي بيضيع الكرة، والريباوند لكوامي. تسرع شوي المنتخب التونسي بالهجمة الماضية. حيازة مع بيلانجيل، بيلانجيل لثيردي رافينا، بيعمل درايف لرافينا وبيسجل، بيسجل ثيردي رافينا أولى نقاطه بالمباراة، والتقدم للمنتخب الفلبيني. تبديلين راح يكونوا هلا من صفوف الجيلاس فلبينس. في خطأ، في خطأ عم بحسبه الحكم مروان فتيحة على لاعب المنتخب الفلبيني ثيردي رافينا. رافينا الخطأ الثاني لإله بالمباراة. رافينا طوله متر 90 وعمره 24 سنة، عم بيرجع بيدخلوا على الملعب كارل تامايو، وأول مشاركة لويليام نافارو. ويليام نافارو والدته من اليونان، طوله متر 99 وعمره 24 سنة. أحمد عدامي بيدخل لأرض الملعب، والحيازة رح تكون مع منتخب تونس من الحد الجانبي. حكم مباراة عم نشوفه على الشاشة تامر السباعي، بسلم الكرة لعمر بوعلاق، توصل للعدامي للمرناوي لفارس العشي، وبيحصل على الفاول من كاكو كوامي. الخطأ الثاني على كوامي، لاعب المجنس، لاعب من أصول إيفوارية من ساحل العج. وهلأ الفارس العشي على مسافة الرمية الحرة الأولى بيسجل، برفع رصيده لسبعة، بيحاول يعمل نتيجة تعادل هلأ المنتخب التونسي عن طريق فارس العشي بالرمية الحرة الثانية. العشي بيسجل، وهلأ 44-44 النتيجة. كرة مع دوايت راموس، دوايت راح نرجع نشوف كمان جوردن هيدينغ بأرض الملعب بصفوف المنتخب الفلبيني. سكرين عم بيحاول يعمل سكرين كان، وهلأ الكرة مع اللاعب رقم 24 اللي بيسلمها لنافارو، عم بيضيع الكرة، والحيازة راح تكون مع المنتخب التونسي. اللاعب كارل تامايو لمست إيده الكرة قبل ما تطلع على الحد النهائي.
جوردن هيدنج عم يدخل لارض الملعب بدلا من ثيردي رافينا، وهيدنج راح يدخل الكره لارض الملعب من الحد النهائي. تمريره ويليام نافارو، ونافارو راح يكون على الفري ثرو. الخطأ الثاني بالمباراة عم بيكون على فارس العشي، وهلا ويليام نافارو الرمي الحرة الأولى عم بتضيع، بيحاول هلا يعطي التقدم لفريقه ويليام نافارو من خلال الرمي الحرة الثانية، وبيسجل ويليام أولى نقاطه كمان بالمباراة. والحيازة مع عمر بوعلاق، بوعلاق دفاع من اول الملعب من جوردن هيدنج، توصل لاحمد العدامي، لا عمر بوعلاق، جوهر جوادي يعمل درايف وبده يسدد مسافه متوسطه، اسامه المرناوي وبتضيع الكره والريباوند لويليام نافارو، الريباوند الاول له، وفي تكنيكال فاول على البنش، بنش المنتخب الفلبيني. اعتراض كان في على، يبدو انه كان في اعتراض على اللقطه الاخيره من عضو الجهاز الفني اللي عم نشوفه على الشاشه. تكنيكال فاول على البنش، جزاؤه ربي حره للمنتخب التونسي، راح ينفذها اللاعب اسامه المرناوي صاحب العشر نقاط بهاي المباراه. اسامه المرناوي لاعب المونستير، اتحاد المونستيري، عمره 22 سنه، رمي الحره عم بتضيع، والحيازه راح تكون مع المنتخب الفلبيني طبعا بتعديل قانون كرة السلة الجديد. التكنيكال فاول ما فيه حيازة، فقط الخطأ السلوك غير رياضي راح يكون فيه حيازة للفريق الثاني، طبعا الفريق اللي عم بيكون عليه الخطأ لمصلحته الخطأ. الكرة من الحد الجانبي لمصلحة كارل تامايو، لاعب رقم 24 بتشكيلة المدرب تاب بولدوين، توصل لكاكو كوامي، كاكو لا كارل تامايو، تامايو لا ويليام نافارو، نافارو لا دوايت راموس، دوايت بفضل يعمل درايف، ودوايت راموس مع الباكورد بيضيع، والريباوند لا اللاعب بشير بن يحيى اللي بيدخل على ارض الملعب، بشير بيسلمها لعمر بوعلاق، عمر ستيب باك بيستلم مسافه 3 بوينتس وعم بتضيع، والريباوند لمين؟ لمصلحه المنتخب التونسي، بشير بن يحيى لمس الكره تب وبيسلمها لاسامه المرناوي، وهلا الكره مع عمر بوعلاق، عمر لا اللاعب بالحسن الشيحي عم بيضيع الكره، بس في اوفنسيف ريباوند من عمر بوعلاق لا بالحسن الشيحي، والشيحي بيسجل بطريقه استعراضيه مميزه، بيسجل بالحسن الشيحي، صار رصيده 4، بفش غله بهاي الكرة الأخيرة، وهلا تقدم لمنتخب تونس بفارق نقطة، كرة مع دوايت راموس، ودوايت راموس كثير بعيدة الكرة الأخيرة، وفي خطأ من أحمد العدامي لمصلحة كارل تامايو. أكيد رح نشوف الإعادة للدنك الأخير من مخرج المباراة وليد أبو غانم، دنك الاستعراضي اللي سجله بالحسن شيحي لاعب شبيبة القيروان، عم بيطلع عمر بوعلاق بيدخل بداله أشرف الغنوني بتشكيلة المنتخب التونسي، وهلا كارل تامايو راح يكون على الفري ثرو، لاعب رقم 24، خطأ الأول بمباراة لأحمد العدامي، عم بيغيب محمد عباسي طبعا بهاي المباراه بسبب الاصابه، والمدرب ديرك باورمان ما عم بيشرك عمر عباده وزياد الشنوفي. مباراه بكره راح تكون من عيار ثقيل بين منتخب تونس ومنتخب مصر، القمه الافريقيه بالملاعب الاردنيه. رمي الحره الثانيه لكارل تامايو،
بيحاول يعمل نتيجة تعادل أو تقدم هلا منتخب الفلبيني. منتخب الفلبيني عم يتقدم بفارق نقطة هلا. تامايو صار رصيده نقطتين. والكرة مع اللاعب العدامي بتوصل لبشير بن يحيى بسلمها لأشرف الغنوني. أشرف ون ون مع كاكو كواما. اللاعب كاكو طبعا أطول منه وبدي يعمل درايف وفي بلوك شوت من كاكو كوامي وفاست بريك مع دوايت راموس. دوايت لويليام نافارو. النافارو بيسلمها لكاكو كوامي لدوايت راموس. دوايت راموس سهل البنتريشن وعم بيسجل. وفي في نشوف الحكم المصري مروان فتيحه يبدو عم بينبهوا للاعب المنتخب الفلبيني. عم بينبهوا للاعب المنتخب الفلبيني. المرة الجاية راح تكون جزاها تكنيكال فاول في حال مرة ثانية صار في اعتراض على قرارات الحكام. كرة مع بشير بن يحيى. عم نشوف على الشاشة المدرب الألماني ديريك باورمان. كرة مع أسامة لا هذا أشرف الغنوني. أشرف دخلنا باخر دقيقتين من الربع الثالث. توصل لبشير بن يحيى بسلمها لاشرف الغنوني. الغنوني ضايل 9 ثواني على نهايه الهجمه. اسامه مرناوي. اسامه بده يتصرف بده يتصرف بده يتصرف بمرر لبشير بن يحيى. ضايل ثانيه وبده ينتهي بينتهي ال 24 ثانيه وبيسجل باخر ثانيه بيسجل على البازر بيقلص الفارق المنتخب التونسي لنقطه واحده بس. بشير بن يحيى اللاعب يلي طوله مترين وخمسة أولى نقاطه بالمباراة. كاكو كوامي. كاكو بيسلم الكرة لكارتامايو. كارتامايو دبل تيم وبرتكب التيرن أوفر. اللاعب بشير بن يحيى واللاعب الحسن الشيحي بالدبل تيم أجبروا اللاعب الفلبيني على الووكينج والتيرن أوفر. المدرب تاب بولدوين أكيد رح يبدل بهاللحظات. رح نشوف تبديل. جورجو راح يدخل مره ثانيه عرض الملعب وهلا بالليب عم يسجل اسامه المرناوي والتقدم عم برجع لنصور قرطاج قبل دقيقه من نهايه الربع الثالث. كره مع كار تامايو. تامايو بده يسدد مسافه الثري بوينتس بتضيع والريباوند والحيازه مع منتخب تونس مع اسامه المرناوي لاشرف الغنوني. اشرف بيهدي اللعب شوي. اشرف 1-on-1 مع لاعب اطول منه يلي هو كاكو كوامي. اكيد راح يكون في بلوك شوت. اكيد راح يكون في بلوك شوت. ما كان عم بحسبها صح اللاعب اسامه المرناوي. عم نشوف شون شيو لاعب رقم 48 بصفوف المنتخب الفلبيني على ارض الملعب بدلا من كاكو كوامي. حيازه مع المنتخب التونسي من حد النهائي مع اشرف الغنوني. توصل لا اللاعب هذا اللاعب اشرف الغنوني. الغنوني بيسجل مع الاند وان. بدي يحاول اكيد هلا المنتخب التونسي يوسع الفارق اكثر واكثر قبل نهايه الربع الثالث. الغنوني صار رصيده 11 نقطة. خطأ عم بنحسب على كارل تامايو. رمي الحرة الإضافية لأشرف الغنوني. بسجل أشرف الغنوني لمصلحة المنتخب التونسي. دخلنا بآخر 20 ثانية من ربع الثالث. اللاعب جوزيف نياتو يحاول ينهي الهجمة لمصلحة الجيلاس بليبينس. الفارق 4-4 لتونس. والكرة مع نياتو. نياتو بيسلم لويليام نافارو ونافارو عم بينهي الكرة. ما عم بينجح وعم ينتهي الكوارتر الثالث لمصلحة نصور قرطاج.
حقق المطلوب منه المنتخب التونسي مقابل اشراك المدرب ديرك بارمان لاغلب طبعا عناصره ما عدا محمد العباسي اللي بنتمنى له الشفاء من الاصابه، وعمر عباده وزياد الشنوفي. بدايه الربع الرابع راح تكون كره مع ثيردي رافينا توصل ل جوزيف نيتو لبالتازار اللي عم بيرجع لارض الملعب جوردن هيدينج لثيردي رافينا. رافينا بده يسدد بمرر كان وبتوصل تحت السله لشون تشيو. 1 اون 1 كانت مع اللاعب بشير بن يحيى، والحيازي راح تضل مع المنتخب الفلبيني المتاخر باربع نقاط من الحد الجانبي. كره مع جوردن هيدينج، هيدينج وبده يسدد مسافه ال 3 بوينتس. نياتو بينجح، نياتو بيقلص الفارق لنقطه واحده بس، ونياتو صار رصيده خمسه. نسبة نجاح المنتخب الفلبيني من مسافة الـ 3 بوينتس 31%. كرة مع بالحسن الشيحي بتوصل لأسامة المرناوي، مرناوي بده يحاول يرد بتضيع، والريبوند لنياتو جوزيف نياتو في خطأ على أحمد العدامي. على أحمد العدامي الخطأ الثاني بالمباراة على العدامي. جوزيف بالتازار بيسلم الكرة لجوزيف نياتو، بالتازار لثيردي رافينا، تفتت الكرة من نياتو وتيرن اوفر ببلاش من لعيبة المنتخب الفلبيني. كرة مع أسامة المرناوي بيسلمها لأشرف الغنوني. رح نرجع نشوف عمرو بوعلاق بأرض الملعب بصفوف نسور قرطاج. الغنوني سكريم من بشير بن يحيى توصل لمرناوي للغنوني. مرناوي ضل 4 ثواني على نهايه الهجمه، بده يسدد بتضيع الاوفنسيف ريباوند حلوه من اللاعب رقم 1 اسامه المرناوي. اداء رائع للمرناوي بهاي المباراه، عامل 5 تمريرات حاسمه الى جانب الخمسه ريباوندز وال 12 نقطه. عامر بوعلاق بيدخل وبيطلع اللاعب أشرف الغنين، وراح نشوف بعد ما يسدد المرناوي راح نشوف جوهر جوادي بأرض الملعب، كمان فارس العشي رمى الحرة الأولى عم بيسجل المرناوي. الرمية الحرة الثانية بيحاول يرجع يوسع الفارق المنتخب التونسي. الرمية الحرة الثانية المرناوي بينجح، صار رصيده 14. بيطلع المرناوي وبيطلع بن يحيى وبيدخل بدالهم جوهر جوادي وفارس عشي. كرة مع المنتخب الفلبيني مع جوزيف نياتو كابتن المنتخب. نياتو يحاول يعمل سكرين اللاعب شون، توصل لثيردي رافينا لجوردن هيدنج بيسدد مسافة 3 بوينتس بتضيع، والريبوند لعامر بوعلاق الريبوند الرابع لإله بالمباراة. من الجهة الثانية بتوصل الكرة لا بالحسن الشيحي لا أحمد عدامي، ترجع لعامر بوعلاق. البوعلاق سكريم من فارس العشي، العشي لبالحسن الشيحي يسدد مسافة 3 بوينتس بتضيع، والريبوند لبالتازار جاستن بيسلمها لجوزيف نياتو لجوردن. جوردن هيدينج لنياتو في خطأ من عمر بوعلاق، الخطأ الثاني على بوعلاق لاعب النجم الراتسي. والحيازه الحد الجانبي لجوردن هيدينج توصل لبالتازار. هيدينج مره ثانيه بدافع عليه جوهر جوادي، سويتش بالديفنس بين جوادي واللي عم بيعمل السيل هلا جوهر جوادي، ولا اروع الدنك، ولا اروع ولا اروع الدنك. استعراض متواصل من لعيبه المنتخب التونسي، شفنا بالحسن الشيحي وهلا عم نشوف جوهر جوادي، والفارق صار 6 لمنتخب تونس. كره بالتازار بيسلمها لثيردي رافينا، اللاعب زي ما حكينا لعب بالدوري الياباني بالموسم الماضي. شون
للثردي رافينا، ضايل 8 ثواني على نهاية الهجمة. رافينا بدافع لاعب أطول منه هو بالحسن الشيحي، وبدها تضيع الكرة والريباوند مع فارس العشي، الفاست بيك مع جوهر جوادي، بيسلمها لبالحسن الشيحي، فارس عشي لعمر بوعلاق، بوعلاق اللي سدد بالحسن الشيحي بتضيع المرة، والآخر لاعب لمس الكرة هو فارس عشي. الكرة والدنك الأخير من جوهر جوادي لاعب شبيبة القيروان بالدوري التونسي. عم برجع أسامة المرناوي، وعم بيطلع بالحسن الشيحي، وعم بدخل بصفوف المنتخب الفلبيني كاكو كوامي، واللاعب رقم 28 ري سويرتي. كرة مع كاكو كوامي لنياتو، نياتو نياتو بمسافة المتوسطة بتضيع، الريبون لأحمد العدامي، بتوصل لصانع الألعاب عمر بوعلاق، بوعلاق للمرناوي، الجهة الثانية لجوهر جوادي، بوعلاق لمرناوي، العدامي تحت السلة للعشي باللايف مع الباك بورد بيسجل فارس عشي، صار رصيده 10، الدبل فيجرز، الدبل فيجرز بانتظار اللاعب الثالث اللي بتجاوز العشر نقاط بالمباراة بعد زميله أسامة المرناوي وبعد دوايت راموس لاعب المنتخب الفلبيني. كرة مع ثيردي رافينا، رافينا 3 ثواني على نهاية الهجمة، ورافينا بيده اليمين بيسجل، والأروع اللقطة الأخيرة من اللاعب رقم 12، وهتافات الجمهور الفلبيني الموجود بأرض الملعب موجودة. كرة مع عمر بوعلاق، وهلا بده يسدد مسافة 3 بوينتس، أسامة المرناوي بتضيع، وريباوند للاعب كريغ سويرتي. شوف تبديلين بصفوف المنتخب الفلبيني، سويرتي توصل، سويرتي بده يحاول يمرر الكرة أو دعم السباك، لا بمرر، بفضل يمرر لبالتازار، توصل لنياتو، نياتو نياتو بيسجل من مسافة 3 بوينتس، وعم بيقلص الجيلاس فيليبيناس، الفارق لثلاثة، الفارق صار ثلاثة لمنتخب تونس. الكرة مع أحمد عدامي، العدامي لعمر بوعلاق، البوعلاق عم يدافع عليه اللاعب الأكبر سنا بصفوف المنتخب الفلبيني، بس عم بيسجل اللاعب عمر بوعلاق، والفارق، الفارق عم بيطلع هلا، صار 5 لمنتخب تونس، ودخلنا باخر 5 دقائق من المباراة. الكرة بالتازار جاستن لكاكو كوامي، كرة ريباوند مع أسامة المرناوي، توصل لا عمر بوعلاق، البوعلاق لأحمد العدامي، بيسلمها لأسامة المرناوي، المرناوي سكرين من العشي، بتوصل للعدامي، بفضل يعمل ستيب باك عمر بوعلاق، بيضيع الثري بوينتس، وريباوند لجوهر جوادي، الأوفنسيف ريباوند، جوهر جوادي عامل 4 ريباوندز و9 نقاط بالمباراة، وفي ستيل من المنتخب الفلبيني. كرة هلا مع كاكو كوامي، توصل لنيتو، وفي خطأ من أسامة المرناوي لمصلحة المنتخب الفلبيني، وفي 3 تبديلات بالمنتخب الفلبيني، جورجو ودوايت راموس وبيلانجيل بيدخلوا على أرض الملعب، بيطلع بالتازار ونيتو وثيردي لرافينا. الخطأ الأول بالمباراة عم بنحسب على أسامة المرناوي بهاللحظات، والكرة مع جورج جو، جو بوصلها للاعب ري سويرتي، زي ما حكينا أكبر لاعب بصفوف المنتخب الفلبيني 27 سنة، جورج جو لسويرتي، سويرتي بيعمل درايف من قدامه لبشير بن يحيى بتضيع، والريباوند اوفنسيف ريباوند لجورج جو، يسدد مسافة 3 بوينتس كمان، سويرتي بتضيع الكرة بآخر ثانية من الهجمة، والريباوند لبشير بن يحيى توصل لعمر بوعلاق. المنتخب التونسي عم بيقدم نصف ثاني أفضل بكثير طبعا من الربع الأول والثاني، وعم بيعكس هذا الأمر على النتيجة، عم بتقدم المنتخب التونسي بفارق 5، الكرة بيعمل درايف أسامة المرناوي، وترن اوفر ببلاش، الترن اوفر بانتظار
اللاعب أسامة المرناوي والكرة راح ترجع لمنتخب الفلبيني، بده يحاول يحط الضغط على المنتخب التونسي. كرة بلانجيل لسويرتي، سويرتي لكاكو كوامي، 1 اون 1 مع بشير بن يحيى، بده يحاول يمرر، لا بيحاول يعمل درايف، ضايل 4 ثواني على نهاية الهجمة وبيسجل بطريقة كثير ذكية كاكو كوامي، وكاكو كوامي صار رصيده 8. الفارق بنزل لثلاثة لمصلحة نصور قرطاج، والكرة هلا مع عمرو بوعلاق. بوعلاق بدي كمل على السلة، والبلوك شوت الثالث بالمباراة على لمصلحة كاكو كوامي على المنتخب التونسي. أكيد بالوقت المناسب المخرج راح يعطينا اللقطة الأخيرة والبلوك شوت اللي عم بيكون من كاكو كوامي مدرب المنتخب الثاني قبل ما ينتقل لتدريب منتخبنا الوطني الأردني طبعا، وبعدين سافر على الفلبين وصار مستشار للاتحاد الفلبيني لكرة السلة، ومدرب كمان بدوري الجامعات، درب كمان منتخب نيوزيلندي تاب بولدوين. كرة مع المنتخب الفلبيني بعد المنتخب التونسي بعد التايم اوت، عم بيسدد احمد العدام الكرة، اوفنسيف ريباوند لبشير بن يحيى، بتوصل لاشرف الغنوني. الغنوني 1 اون 1 مع اللاعب اطول منه هو كاكو كوامي مع الباك بورد، بضيع الغنوني ريباوند لكاكو كوامي، ريباوند رقم 6 توصل لبلانجيل. بلانجيل بيحافظ على الكرة وفي سكرين من كاكو كوامي، بدي كمل على السلة وبتوصل للكورنر للاعب سويرتي بدي كمان يعمل درايف، بدي يسد مسافة متوسطة مع الباك بورد، في فولو اب من دوايت، لا من كاكو كوامي، وكوامي صار رصيده 10، ثاني لاعب بصفوف المنتخب الفلبيني، والفارق بنزل لنقطة واحدة بس لمنتخب تونس. ودخلنا باخر دقيقتين من المباراة، الإثارة عنوان الدقائق المتبقية من المباراة. كرة مع أشرف الغنوني، الغنوني بيحصل على الفاول من ذري سويرتي. حيازة من حد الجانبي، في تبديل راح يطلع بشير بن يحيى، راح يدخل بداله فراس اللحياني. الخطأ الثاني بالمباراة اللي عم بنحسب على ري سويرتي. عم بيطلع كمان عامر بوعلاق، كرة أحمد العداوي توصل لاشرف الغنوني من جهه ثانيه لجوهر جوادي لاسامه المرناوي، بيسدد مسافه ال 3 بوينتس وبيسجل اسامه المرناوي عم بيسجل بوقت كثير مهم لمنتخب تونس، 4 نقاط الفارق هلا. كره مع بلانجيل منتخب الفلبيني بالمقابل، بده يحاول كمان مره يقلص النتيجه. جورجو لبلانجيل مسافه ال 3 بوينتس وعم بينجح يقلص الفارق. مباراه مش معقوله، اون فاير المباراة، اون فاير هلا. جمهور الفلبيني عم بيكون كمان اون فاير. جوهر جوادي، جوهر لأشرف الغنوني، السكرين عم بيكون موجود لأحمد عدامي لمصلحة الغنوني، وبعد باك بورد بيسجل الغنوني والأروع الكرة الأخيرة، 16 نقطة رصيده للغنوني، وزميله أسامة المرناوي مسجل 17، لاعبين مع بعض عاملين 33 نقطة من أصل 66. منتخب التونسي عم بتقدم بنتيجة 66-63 بالفلبين، 12 مقابل 11 لتونس، واللاعب بيرجعوا لأرض الملعب، والحيازة مع الجيلاس فيلبينوس مع جورجو
دوايت راموس اكيد عنصر من العناصر المهمه لمنتخب الفلبين باللحظات الحساسه اللي عم موجودين فيها هلا. كره مع دوايت راموس بدافع عليه اشرف الغنوني، توصل لجورجو في سويتش بالديفنس، احمد عدامي هلا عم يدافع على دوايت راموس، توصل لبلانجيل، بلانجيل عم بتجاوزه لجوهر جوادي بده يسدد سويرتي مسافه الثري بوينت، عم بيشرح المنتخب الفلبيني ولا اروع اللقطه الاخيره والهجمه الاخيره لمنتخب الفلبين، منتخب الفلبيني اون فاير والجمهور الموجود كمان على المدرجات عم بيكون واقف على رجليه، مش معقول المباراه، مش معقول المباراه، النتيجه تعادل وضايل 30 ثانيه على نهايه المباراة وفي تايم اوت مدرب المنتخب التونسي. مدرب المنتخب التونسي ديريك باورمان عم بيقول انه في ثواني مفروض انه تنزاد على الوقت الموجود هلا. نصف النهائي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويوم الأحد النهائي إن شاء الله الساعة 7 بصالة الأمير حمزة. الحيازة راح تكون مع المنتخب التونسي بنص ملعب الفلبين مع أشرف الغنوني. عم شوف جوهر جوادي وأحمد العدامي، وتحت سلة موجود أسامة المرناوي وفارس عشي. كرة هلا مع الغنوني. اشرف الغنوني اللي حاول يعمل درايف قدام لعبه طول منه اللي هو كاكو اكوامي، عم بيضيع الكره والريباوند لمين؟ المنتخب الفلبيني، المنتخب الفلبيني. هلا الكره مع دوايت راموس ودخلنا باخر 10 ثواني من المباراه. كره مع دوايت راموس، في خطا من اشرف الغنوني، لسه في مجال للاخطاء بين الفريقين. الخطا الثالث الرابع الجماعي على منتخب تونس، وفي تايم اوت لمدرب المنتخب الفلبيني تاب بولدوين. الحيازه راح تكون مع اللعيبه بيرجعوا لارض الملعب. 8 ثواني كثير مهمين لمنتخب الفلبين. المنتخب التونسي طبعا بيحاول يدافع بشراسه على الاقل لدخول الاوفر تايم. نتيجه هلا تعادل 66-66. نشوف دوايت راموس هلا من حد الجانبي كيف حينفذ الهجمه والثواني المتبقيين من المباراه. كره دوايت راموس لكاكو كوامي، كاكو كوامي بحافظ على الكرة وضايل 4 ثواني، ودوايت راموس دي سدد وبيعمل فولو اب كان اللاعب سويرتي، وعم بينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل. رح ندخل بالأوفر تايم هلا، أول مباراة بالبطولة والنسخة العاشرة عم ندخل فيها بالأوفر. تشجيع من جمهور الجيلاس فيليبينس بأرض الملعب المنتخب الفلبيني. وهلا رح تكون الحيازه مع المنتخب التونسي ببدايه الوقت الاضافي. الكره رح تكون مع اشرف الغنوني ببدايه الوقت الاضافي. اشرف بمرر لاحمد العدامي، بتوصل لاشرف، اشرف الغنوني دافع عليه دوايت راموس، باونس باس لاسامه المرناوي للاعب بل حسن الشيحي بحصل على الفاول، راح يكون على الفري ثرو بالحسن الشيحي يلي رصيده 4 نقاط بهاي المباراه ولعب تقريبا 17 دقيقه. الخطا الاول بالمباراه على اللاعب رقم 24 او رقم 24 بتشكيلة المنتخب الفلبيني كارل تامايو، عم بيضيع الرمي الحرة الأولى بل حسن شيحي بوقت كثير حساس وكثير مهم. لشوف الرمي الحرة الثانية للاعب شبيبة القيروان بالحسن، بسجل الرمي الحرة الثانية وتقدم منتخب تونس هلا بفارق نقطة. كرة مع دوايت راموس، دوايت لكاكو كوامي، كاكو بمرة تحت السلة لدوايت راموس بضيع تحت السلة بس عنده فرصة يسدد رميتين من الفري ثرو. دوايت راموس اللي مسجل هلا بالمباراة 10 نقاط. الخطأ الثاني بالمباراة على أسامة المرناوي.
رمي الحرة الأولى عم يضيع كمان دوايت راموس، بس عنده فرصة يعمل نتيجة تعادل هلا بالرمي الحرة الثانية. راح يكون في تبديلين بمنتخب تونس، العشي ولعبو علاق راح يدخلوا على ارض الملعب. عم بيسجل طبعا دوايت راموس بهاللحظات الرمي الحرة الثانية والنتيجة تعادل. بو علاق وعشي عم بدخل وبيطلع بالحسن الشيحي واحمد العدامي، كرة مع عمرو بو علاق، بو علاق للعدامي توصل لابو علاق للمرناوي اسامه، سكرين من العشي مرناوي بده يحاول يمرر، بده يحاول يطلع ويهرب من كاكو كوامي، عم يضيع الكره والريباوند مع ثيردي رافينا عامل 2 ريباوندز بهاي المباراه. كره مع دوايت راموس، دوايت لكاكو كوامي، توصل لدوايت راموس، دوايت من الجهه الثانيه لجاستن بلتازار عم بيضيع الثري بوينتس والريباوند التيب من بو علاق بتوصل لاشرف الغنوني بدي كمل على السله، وفي بلوك شوت هذا الرابع لكاكو كوامي بالمباراه، توصل لدوايت راموس، دفاع مميز من كاكو كوامي اللاعب المجنس بصفوف المنتخب الفلبيني. ثيردي رافينا باونس باس لتامايو 1 اون 1 مع اشرف الغنوني، بتوصل لكاكو كوامي بفضل عم درايف الكوامي بيسجل والتقدم هلا للمنتخب الفلبيني، وكوامي صار رصيده 12. ضايل 3 دقائق على الاكسترا تايم، توصل لابو علاق كان يحاول يمرر للعشي وتيرن اوفر على منتخب تونس، تيرن اوفر على منتخب تونس، وهلا عنده فرصة المنتخب الفلبيني يوسع الفارق، وفي تايم اوت لمدرب منتخب تونس ديريك باورمان، وكمان تعليمات المدرب باورمان لخماسي المنتخب التونسي. رح ندخل باخر 3 دقائق زي ما حكينا على نهاية الاوفر تايم الاول، في حال استمرت النتيجة او صافي النتيجة تعادل راح يكون في تمديد لخمس دقائق إضافية لنشوف النتيجة. هلا تقدم المنتخب الفلبيني بفارق نقطتين، كرة مع دوايت راموس، دوايت دفع عليه اشرف الغنوني، سكرين من كاكو كوامي ودوايت راموس عم بيحاول مرة، بس في ستيل من احمد عدامي بيوصلها الكرة لعمر بو علاق، بده يهدوا شوي لاعبة منتخب تونس، محاولة ل الكامباك وقلب النتيجة. كرة مع أسامة المرناوي بده يسدد مسافة الثري بوينتس، بتضيع وريباوند لجاستن بلتازار، صار عامل 7 ريباوندز بلتازار، أفضل لاعب بالريباوندز بهاي المباراة. هلا مع كاكو كوامي، كرة مع دوايت راموس، دوايت بيسدد مسافة المتوسطة بتضيع كمان وريباوند للعدابي كمان مرة، عنده منتخب تونسي فرصة، عنده فرصة بالتعادل أو التقدم بالهجمة الحالية. هلا كرة مع العدامي توصل للغنوني، أشرف الغنوني لعمر بو علاق، البو علاق من الجهة الثانية للمرناوي، بو علاق ضايل 4 ثواني على نهاية الهجمة وبيحصل على الفاول، بيحصل على الفاول بس حتكون الحيازة من حد الجانبي، لسه ما تجاوزت أخطاء المنتخب الفلبيني الأربعة ب الربع الرابع والإكسترا تايم مجتمعين. طبعا هو الإكسترا تايم هو امتداد للربع الرابع، الأخطاء بتنحمل وكل شيء له علاقة بالربع الرابع بنحمل للربع والإكسترا تايم. وهلا المرناوي راح يكون على موعد مع الرميات الحرة، في خطأ على المنتخب الفلبيني لمصلحة نصور قرطاج، أسامة المرناوي اللي هو أفضل مسجل بهاي المباراة لهلا عم بيكون على الفري ثرو صاحب 17 نقطة، الخطأ الثالث بالمباراة على ثيردي رافينا. المرناوي رمي الحرة الأولى بيسجل وهلا الفارق نقطة، محاولة لعمل النتيجة تعادل من خلال رمي الحرة الثانية لا أسامة المرناوي، مرناوي بيسجل
تعادل هلا 69 69 فراس اللحياني بهاللحظات بدخل على ارض ملعب بدلا من فارس العشي. مدرب بارون بحاجه للاعبين عندهم خبره، وفراس اللحياني من هدول اللاعبين عمره 30 سنه. كره مع دوايت راموس توصل لكاكو كوامي لدوايت مره ثانيه. دوايت راموس من الجهه الثانيه لتامايو كارل تامايو تامايو بيسدد ستيب باك قدام المرناوي وبيسجل كارل تامايو، وبرجع بيعطي التقدم لمنتخب الفلبيني. وتامايو صار رصيده خمسه. دخلنا باخر دقيقه ونص من الاكسترا تايم. كره مع فراس اللحياني للمرناوي، تجعل للمرناوي مره ثانيه. مرناوي بده يكمل بده يكمل بده يكمل على السله، وفي ستيل من بلتازار توصل لدوايت راموس. محاول هلا لتعزيز النتيجه منتخب الفلبيني. منتخب تونس بده يحاول من ناحيه دفاعيه يكون احسن ليحاول يسترجع الكره، بس للاسف المنتخب الفلبيني عم بيسجل هلا. المنتخب الفلبيني عم بيسجل عن طريق فيردي رافينا، والفارق صار اربعه لمنتخب الفلبين. دخلنا اخر دقيقه من الاكسترا تايم. منتخب تونس بيحاول مع اشرف الغنوني، كيك اوت لفراس اللحياني في خطا من كاكو كوامي، جزاها رميات حره للاعب اللي عم نشوفه على الشاشه فراس اللحياني اللي حيسدد رميتين. فراس اللحياني لاعب الاتحاد المنستيري طوله مترين واحد. الخطأ الثالث على كاكو كوامي. الرمي الحرة الأولى لا فراس بينجح، واللحياني بيرفع رصيده لخمسة. نشوف الرمي الحرة الثاني، بده يحاول يقلص الفارق لنقطتين. فراس اللحياني بيسجل الرمي الحرة الثانية بإتقان، عم بيحاول يرجع التركيز للعيبة فريقه المنتخب التونسي. الفارق نقطتين، وكرة هلا مع دوايت راموس. سكرين من بلتازار بس بيحافظ على الكرة. دوايت بلتازار دوايت راموس دوايت لبلتازار بيسدد مسافة 3 بوينت. بلتازار هاي الكرة ولقطة معروفة بين هدول اللاعبين، وعم بيعمل الريباوند فراس اللحياني. اللحيان صار عنده خمس ريباوندز، وهلا منتخب تونس بده يحاول يعمل نتيجة تعادل او يتقدم بالهجمة القادمة. نشوف السكرين من احمد العدامي والغنوني مع اللياب، وفي فولو اب تيب من احمد العدامي، والنتيجة تعادل. مباراة ولا اروع من هيك ولا اروع من هيك، واحتمال كبير ندخل كمان اوفر تايم. مباراة ولا اروع، نتيجة تعادل، والعدامي اولى نقاطه بالمباراة بوقت كثير مهم، اهم نقطتين لإله بالبطولة كلها اذا فاز المنتخب التونسي بهاي المباراة. نشوف التعليمات طبعا التايم طلبه تاب بولدوين مدرب المنتخب الفلبيني. النتيجة تعادل 73 73. نفس السيناريو عم بتكرر بنهاية الربع الرابع مع الاوفر تايم. الاوفر تايم لنشوف اذا حيكون في نفس السيت بلاي مع دوايت راموس اللي راح ينفذ الكرة. دوايت راموس راح يدخل الكرة لأرض الملعب. لنشوف تعليمات المدرب تاب بولدوين. الكرة بتوصل لكاكو كوامي، كاكو بيحافظ على الكرة، بده يكمل على السلة، وتحت السلة بيحصل على الفاول بوقت كثير حساس. بوقت كثير حساس هلا اللاعب ثيردي رافينا راح يكون بأرض الملعب، واللاعب جاسم بلتازار أكيد المدرب تاب بولدوين راح يحاول يحط اللاعب طوال القامة بهاللحظات لا محاولة للم الكرة في حال ضيع ثيردي رافينا الرمي الحرة الثانية. موجود بلتازار وكوامي تحت السلة، وثيردي رافينا راح يسدد رميتين.
الرمي الحرة الأولى عم يسجل زيد رافينا. المنتخب الفلبيني هو المصنف رقم 32 على مستوى العالم، أفضل المنتخبات تصنيفا بهاي النسخة، النسخة العاشرة، أقرب للفوز هلا على نصور قرطاج. لنشوف رمي الحرة الثانية، ثيرد رافينا عم بيضيع وعنده هلا 8 ثواني، اللاعب أشرف القنوني. لنشوف ال 8 ثواني، ومنتخب تونس بده يحاول يعمل إشي. الحيازة رح تضل مع منتخب تونس من حد النهائي. مباراة والأروع من هيك، إن شاء الله الجمهور عم يستمتع بهاي المباراة، أقوى مباريات النسخة العاشرة من كأس الملك عبد الله. كرة مع عمر بوعلاق، ضايل ثانية نشوف فراس اللحياني، وعم تنتهي المباراة. مبروك فوز الجيلاس فلبيناس، المنتخب الفلبيني، وهارد لك لنسور قرطاج وجمهور المنتخب التونسي. النتيجة النهائية 74 الفلبين 73 المنتخب التونسي. نشوفكم إن شاء الله بكرة بثلاث مباريات.